سنة كام؟ مدرستك اسمها ايه؟ مدرسة الفتح. بتروح المدرسة؟ انت عسل خالص. طب ان شاء الله لما عايز تبقى ايه في المستقبل يا ابراهيم؟ نفسك تبقى ايه؟ دكتور يا حبيبي ان شاء الله. تسام محمود طلب. ايه مدام تسام، هو ابراهيم كان مولود هو يعني عنده عيب خلقي في القلب. أيوة، طب هو ايه المطلوب ليه بقى حاليا؟ عاوز يعمل عملية ولازم الجهاز منظم ضربات قلب طب حضرتك وخلف شرايين. قلت لي ان الجهاز ده تقريبا بقالك سنه مش لاقيه. أيوة مش لاقيه، ولا في القاهرة ولا في الشرقية هنا. اتصل بالمستشفى ومعاد حجز يجوا يقولوا الجهاز مش موجود، والعمليه متاجله عشان الجهاز. والعملية كل مرة تتأجل. طب الجهاز ده موجود بره ولا ما هم تعرفش؟ قالوا بره بس احنا مش عارفين نجيبه عشان سعره غالي، غالي. سعره غالي بس هو مش موجود ومش هينزل هنا عشان هو يعني من بره. لكن لو الجهاز ده توفر هيعمل لابراهيم لو على العمل. طول يتحجز ويعمل، هو عمل كام عمليه قبل كده؟ عمل 3. 3 عمليات. كان اول عنده قد واحدة، اول واحدة كان 6 شهور، وتاني واحدة كان 4 سنين، واحدة من قيمة سنة.